يا قلبي يا كتاكت، يا ما انت حزين وساكت مش لاقي شغل، مش لاقي وظيفة، عاوز تتوظف؟ الحل عندنا. انا هاي الدعايات بحبها. anyways جاسر مصطفى رج التلفون وجاي توكس ووظفك. هتشتغل يعني هتشتغل، خلينا نبلش. صباح الخير والإحساس والطيبة، صباح نلاقي لي قلاب يا حبابي. بعرف إنه صوتي كثير 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 حلو، علشان هيك أنا بحب إني أنا أوصل لكم موهبتي عن طريق اليوتيوب. وبحب أقول لك إنه بحكي لك وي آر هايرينج أت مهندسين برانش. مين هدول؟ والله ماني عارف مين هدول. المهم بحكي لك المطلوب جونيور انتيرير ديزاينر. هذا كان قبل فترة هذا الإعلان، فحبيت إن أحطه بالفيديو. مير ريسبونسبيلتيز بحكي لك انفولد، أو هيهم قدامكم قرأوهم عشان ما نطول بالفيديو. والبزنس ديفلوبمنت اكزيكتيف المطلوب، سو مطلوب وظيفتين، جونيور انتيرير ديزاين وبزنس ديفلوبمنت اكزيكتيف. والمطالب فيهم هدول، بحكي لك قدم على مي محي الدين ات icloud.com. استمروا بهاي الإيميلات. الوظيفة اللي بعدها هذا اوتيل لسه جديد خالص عنا في دولة قطر، والانتيرير ديزاين تصميم مرت مهندس صديق لإلي، فننصحكم تروحوا تشتغلوا فيه. المطلوب ستاف كامل لأنه أصلا اوتيل موجود جديد. فبيحكي لك شزا دوحة is looking for exceptional people like you. الحلو في الموضوع إنه كل الإعلانات صار دورة واحد زيك. شزا هوتيلز بيبل فيلوسفي از ويننج ويز. هاي الفلسفه تبعتكم بدها تكون. ار يو ريدي فور ان اكسايتنج جيرني اند اسباير تو بي ا بارت اوف اور ويننج تيم؟ اللي هو ما بعرف يعني ليش ويننج. دو نوت مس يور اوبورتيونيتي او اوبورتيونيتي وسند اس يور ريزومي ات anka.kuku@chazahotel.com او chazahotels.com. صراحة انا بكيف على الايميلات اللي مثل هيك. بيقول لك akakuku او ankakuku. We are now recruiting for assistant manager credit, account payable, income auditor, cost controller, receiving agent, Arabic speaking assistant front office manager, Arabic speaking assistant manager مستشار او مستشار. هي طلعت كلمة انجلش مستشار، والله عراسي بعرفش طبعا شو معناها اذا كانت هي مستشار يعني، بس anyways. Arabic speaking night supervisor, Arabic speaking front office supervisor, Arabic speaking front office assistant. جماعة الارابيك انبسطوا، جماعة اللي ما بتحكوا انجلش يعني هيصوا. Arabic speaking food and beverage manager, Arabic speaking IRD ما بعرف شو هذا البوزيشن بس supervisor, Arabic speaking IRD order taker, assistant beverage manager. ما عندكم مستاف عادي، كلهم managers و assistants يا زلمة. beverage supervisor, executive sous chef او chief يعني او whatever. يا اخي والله في كلمات انا بستخدمهم والله ما بعرف كيف بنقرا. levant cuisine, Chief Departee Levant Cuisine. يا عيني Chief Departee Western Cuisine. نعم بعرف شو هدول positions بس انتو enjoy. Spa Supervisor sorry. Female Therapist, AC Technician وأخيرا حدا مش Supervisor أو Manager. و All Rank and File Positions. بعرف شو يعني الجملة. حلو. Anyways فهدول كلهم في هوتيل واحد، فبليز الهوتيل جديد go ahead guys. نروح للوظيفة يلي بعدها، هيدي نزلت قبل فترة كثير طويلة، او ما بعرف اذا كثير طويلة صراحة، بس هي يعني هي موجودة، فراح احط لكم اياها كمان في الوظائف. I think انها still لسه نفترض تكون valid. بيتار consultants، بيحكي لك هدول جماعة بيشتغلوا consultants, architects and engineers and project managers seeking to hire the following. Project manager باللي عم تقرأوه على السكرين، definitely ما راح اضيع الوقت كثير. Deputy engineer و quality control manager و resident engineer و safety officer. ويا كبير ابعت السي في تبعك على الايميل الموجود.
اللي هو jobs@bitarconsultants.com وبسرعة. طيب لهون راح أقول لك تنزل تحت قبل ما نكمل تعمل لي لايك شير سبسكرايب تعمل enable notification bell عشان دائما تضلك يعني updated بالوظائف اللي راح نزل لك إياها يا معلم. وشو كمان تعمل؟ تعمل apply على كل هاي الوظائف اللي أنا عم بحكي لك إياها إذا كانت في مجال خدمتك. إذا مش مجال خدمتك تبعتها لصاحبك أو أصحابك أو صديقاتك أو أصدقائك وبتقول لهم إنه في هاي الوظائف، بتحكي لهم بسلم عليكم أبو الجواسر وبحكي لكم هدول لكم الوظائف، اعملوا لايك شير سبسكرايب انيبل نوتيفيكيشن بيل ويلا نكمل. بيحكي لك وظائف تعليميه شاغره في وزاره التعليم والتعليم العالي، صرت حكي لكم اياها مليون مره. بتحمل حالك وتروح على الويب سايت اللي اسمه انا حطته توظيف .gov لا توظيف .edu.gov.qa عشان اقول لك ان انا حافظ مش راح اطلع غير بعد ما حكيته. خليني اشوف توظيف .edu.gov.qa زي ما حكيت لك قد ما عدته اصلا فيديوهات فصار مهروس. بتحمل حالك تروح تقدم عليه. المره هاي في هذا الاعلان بيحكي لك تعلن وزاره التعليم والتعليم العالي بصفتها السلطه العليا والمسؤوله عن رسم السياسه التعليميه في دوله قطر. وهدول شو بيحكوا لك؟ بيحكوا لك انه احنا يا حبيبي بدنا حدا نوظفه. هدول اللي بدنا اياهم معلمين معلمات المراحل الدراسيه الثلاث ابتدائيه واعداديه وثانويه في جميع التخصصات المختلفه، يعني في كل الوظائف، ومن ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تدريس المواد المختلفة. وشروط شغل الوظيفة يا معلم أن يكون متقدم حصل على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من خلال الدراسة النظامية وبتقدير جيد جدا كحد أدنى. والله الجماعة يا معلم بدهم حدا شاطر. أن تكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل بالوظيفة المطلوبة في المدارس، أو خبرة لا تقل عن 3 سنوات إذا كان متقدم خريجا من كلية التربية أو يحمل مؤهلا تربويا. أن لا يزيد عمر المتقدم عن 50 سنة، أن لا يكون متقدم الوظيفة منقطع عن مزاولة مهنة التدريس خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، يعني قبل 3 سنين لهلأ اللي عم بيشتغل، أو إذا تارك ما يكون أكثر من 3 سنين تارك، وأن يكون متقدم حاصل على تقييم أداء بدرجة جيدة جدا كحد أدنى في آخر 2. والله هدول اللي بتقول بدهم رائد فضاء. تكون الأولوية لحمل شهادة البكالوريوس في التربية في التخصص نفسه او حملت الشهادات العليا في التربيه. وكيف نقدم يا معلم؟ بتروح على الويب سايت اللي انا حكيت لك اياه في اول اعلان عن هاي الوظيفه، وذلك لتعبئه كافه البيانات المطلوبه وتحميل المرفقات اللازمه ترفق عند تقديم الطلب نسخه من كل مستند من المستندات التالية. هاي المستندات يا سيدي العزيز اللي راح اطلبها منك: جواز السفر ساري المفعول والبطاقه الشخصيه الهويه. يعني انه انت جواز سفر معناته ممكن تكون غير قطري بتقدم على الوظيفه يا معلم، ممكن تكون مغترب مش قطري الجنسية، فهي الناس تقدر تقدم. ستتولى وزارة التربية خلاص هي خلصوا المستندات. أحا أنا عامل كروب في مكان يعني I think إنه مهم. المهم بيقول لك لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع www.edu.gov.qa. ستتولى وزارة التعليم والتعليم العالي، هذا إشي اللي أنا حكيته قبل شوي كروبت هو أصلا. وستتولى وزارة التعليم والتعليم العالي بنفسها عملية إجراء المقابلات والاختبارات إذ ليس لديها وكلاء. يعني ما حد يجي يقول لك أنا بوظف لوزارة التعليم، ما في وكلاء لوزارة التعليم ولم تخول أي جهة القيام بذلك. وتنبه الوزارة إلى عدم دفع أي رسوم لأي شخص أو جهة من الجهات. شباب دائما نحكي في الفيديوهات ما حدا يقول لك أنا عندي وظيفة بس لا تدفع لي فلوس عشان أطلع لك الفيزا وهذا سعر التيكت وهذا مش عارف شو. ما حدا يدفع أي شيء، نقدم على الموقع تبع الوزارة وإذا حكوا معك راح يعملوا معك انترفيو ديفينتلي. ويرجى من الجميع الحرص على متابعة مستمرة للموقع الإلكتروني وزارة التعليم والتعليم العالي. هيك بكون أنا خلصت هيدا الإعلان، وبطير بعده على إعلان برضه وظيفة التعليم شاغرة في وزارة التعليم والتعليم العالي. تعلن وزارة التعليم والتعليم العالي نفس الحكي تبع قبل شوية عن رغبتها في تعيين عدد من المعلمين والمعلمات. أيوة هون محدد لك يا معلم عشان ما تحكي لي أنت بتجيب لنا نفس الإعلانات. لا يا سيدي، هون بيقول لك بده معلمين ومعلمات في المرحلة الثانوية بس للمهارات الحياتية ولمادة إدارة الأعمال في هذا الإعلان. وشروط شغل الوظيفة: يكون متقدم حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تخصص مقارب. أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس بالدراسة النظامية ومعدل جيد جدا كحد أدنى، لديه خبرة لا تقل عن 5 حلو عن 5 وبين قوسين 3 سنوات. ما بعرف مين اللي راح ياخذوها في مجال العمل بالوظيفة المطلوبة في المدارس. لا يزيد عمر المتقدم عن 50 سنة، عمرك أكثر من 50 بكفيك. أن لا يكون متقدم إلى الوظيفة منقطعا عن مزاولتها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأن يكون متقدم حصل على تقييم أداء بدرجة جيدة
جدا كحد أدنى في آخر سنتين وأن يتقن مهارات الحاسوب. طيب يا معلم بيحكي لك كيفية تقديم لهاد الوظيفة. انتو حكولي ايش الويب سايت اللي تدخلوا عليه، توظيف.edu.gov.qa. فانا حفظته والله، اسمع طلع على لساني شعر لما اقول لك عن هذا الويب سايت. على الراغبين في شغل هذه الوظيفه ممن تنطبق عليهم شروط الكفاءه والخبره المبينه اعلى لدون الرابط نفسه اللي حكينا عنه قبل شويه، ترفق عند تقديم الطلب نسخه من المستندات التاليه: جواز سفر ساري المفعول، بطاقه شخصيه، مؤهل جامعي البكالوريوس مصدقا ومعتمدا من الجهات الرسميه. شباب حكيت في فيديوهات قبل هيك انت من وين لازم تصدق الشهادات لما انت بدك تيجي على دولة قطر، ومرة تانية بحكي لك انك انت لازم تصدقهم من وزارة التعليم العالي في بلدك، وزارة الخارجية في بلدك، وسفارة دولة قطر في بلدك. واذا ما صدقتها من سفارة دولة تيجي هون على واذا ما صدقتها من سفارة دولة قطر في بلدك تيجي على دولة قطر وبتصدقها من سفارة بلدك اللي موجودة في دولة قطر، فإما من السفارة القطرية في بلدك أو من سفارة بلدك الموجودة في دولة قطر. عم برن التلفون هلا برد عليه. وكمان لما تيجي على دولة قطر بتصدقها من وزارة الخارجية القطرية، هيك تكون أوراقك مصدقة، أو بتبعتهم على الويب سايت. وعم برن كثير التلفون. وآخر شيء بحكي لك شهادات الخبرة إن وجدت مصدقة ومعتمدة طبقا للأصول. شهادات الخبرة بدك تصدقها، ما بعرف اذا نقابة المعلمين بتصدق، بس anyways لازم تكون تصدق، بتصدقها من وزارة التعليم في بلدك، تصدقها من وزارة من نقابة المعلمين في بلدك اذا في نقابة المعلمين في بلدك، بتصدقها من وزارة العمل، وبتروح بتصدقها من سفارة دولة قطر في بلدك او من سفارة دولتك الموجودة في دولة قطر اذا كنت موجود انت في دولة قطر، بعدين تحمل حالك بتصدقها من وزارة الخارجية في دولة قطر، وهيك بتكون انت وراقك مصدقة حسب الاصول. يرجى من الجميع الحرص على متابعة مستمرة للموقع الإلكتروني وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة التعليم والتعليم العالي إيه؟ ولمزيد من التفاصيل ولزيارة موقع وزارة التعليم والتعليم العالي www.edu.gov.qa. وآخر موعد لتقديم الطلبات بعد أسبوع من تاريخ نشر هذا الإعلان. طبعا أنا ما بعرف قديش إله هذا الإعلان منتشر. anyways شباب اللي بهمني في هذا الاعلان ان حكيت لك شو تفاصيل التصديق، وقدم وان شاء الله ان شاء الله. طبعا انا في الويب سايت تبع وزارة التعليم والتعليم العالي قبل منزل هذا الفيديو كنت عم بشيك عليه، فالوظائف في وظائف valid فانجوي. طيب معلم عشان اخلص الفيديو واختمه، فانا بما اني مهندس انا زلمة متعصب. المهندسين مش متعصب صراحة، بس هو يعني كتير بيجيني وظائف للمهندسين، فبدي احكي لك هيك بسرعة. Middle East for Recruitment MER for Recruitment، هدول شركة توظيف، بيحكي لك One of our clients in the KSA is looking for إقامة ترانسفير جست، يعني يكون في عندك إقامة موجودة دولة KSA وتقدر تنقلها. سيفتي انجينير، بلانينج انجينير، أركتكت انجينير، إلكتريكال انجينير، ميكانيكال انجينير، ستراكشرال انجينير، كوانت سيرفير، HSE فورمان، ميكانيكال فورمان، سيفل فورمان، إلكتريكال فورمان، ثلاجات، غسالات، غازات، خربان للبيع. والله سوا بوزيشنز كثير يعني بالهبل. وبيحكي لك بليز سند مي يور سي في تو داتا 5@mer.jo. سو شركة توظيف موجودة في الأردن. Please mention the job in email subject. هو بيحكي لك هذا الإعلان نزل ب 23/1/2020، حكينا شو الوظائف المطلوبة، وبالصورة موجود عندك يا معلم إيش الخبرات اللي طالبينها وشو المؤهلات. لهون بكون وصلت يا سيدي العزيز لعند اخر الفيديو، بحكي لك برضه زي الوحش هيك الحدن اللي كثير منيح، تنزل لي تحت تعمل قبل ما تعمل الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وانيبل النوتيفيكيشن بيل اذا انت بتستفيد من هاي الوظائف، بسرعه روح قدم عليها، واذا لا احمل الفيديو زي الامور ابعت لي اياه لاصحابك اللي ممكن يستفيدوا من هاي الوظيفه، وقول لهم نفس اللي بحكي لك اياه دائما. سلم عليكم ابو الجواسر، وقول لكم لايك وشير وسبسكرايب وانيبل للنوتيفيكيشن بيل. والسلام.